قمر عندنا موعد مع السيد بدري. افتح الباب. كاظم شو رأيك بشغلة رمزي؟ مالي رأي يا معلم. هالجكر اللي سويته فيني ما عم يخرق مشطي. تحدتني وتجوزت. وحدة غيرها بتخاف. وحدة غيرها بتقول ليقومي ماتي دعوسني. طلع بعيوني لك كاظم. ما بتخاف إذا شفتهم بالليل؟ ما بخاف من اللي بحبهم يا معلم. أنا بعرف هي ما حبتني أبداً. يا حلوة تاخدي لك شمة؟ ما بدي. يا قمر ايه فيرست وان من افضل الانواع. ها قلت لك مو لازمني فؤاد. بالمناسبة شكرا لك. ليش جوزنا ودخلنا النظام؟ الكرسي تبعي واضح. المرة اللي انا معها معروفة. ساعة النومة والفئة مبينة كمان. شو رأيك تجيبينا ولد؟ والله حابب جرب هالشعور. هي في عندك ابن اختك دلله. يا حلوة لك انا ما قصدي لدلله، قصدي مشان الجوازة. ما بدي. طلعي انزلي على السوق هلا وصحصحي ولا بقى تقليلي بدي وما بدي. عم تفهمي؟ يلا. بدي أعرف ليش اسكندر كان بده يقتلك. اسكندر طلب مني مصاري ما أعطيته. ليش؟ شركائي ما رضيوا. معناتها كان بدهن ياك تموت. اسمع مراد، قد ما بدي أخذ مصاري بس انقذني. ليش اللي كان بدهن اياك تنقتل تركوا لك مصاري؟ في مصاري مخباية وما حدا منهم بيعرف وينها. نوب. طيب قلي وينها. العمل هلا
لازم نلحق كتب الكتاب. فينا بعد الكتاب نجيب المصاري. بس مو عيب اطلع دغري بعده؟ يلي بدك يا منساوي. منجيبها هلا. بدري خليهم يحضروا الطيارة، لازم نروح. بس أنا مو رايح محل ما أنك رايح جمال بيك. سيد كبير، نفذت المهمة بنجاح وعرفت محل المصاري كمان، بس في عنا مشكلة. ما في أي مشكلة يا بدري، لا تخاف وريح لي حالك. أنت هلأ عطي العنوان لزكي وإلك بوسي من عيونك. اسمع زكي، هلأ بتتصل ببدري، ديروا بالكن كمان مراد على مدار رايح يجيب المصاري. تأمر يا كبير. استاذ، بعتوا هدول اللي بالقائمة عندكم. نحن ما بنقدر نشتري الكل بمصاري، بس في منهم لازم نتودد لهم بالهدايا. ومع هيك رح ينتقدوكم كتير. بالعكس، أنا إنسان كتير ديمقراطي وبحب النقد، بكفيني إنهم بيخلوني دائما بجدول الأعمال. يا سيدي بيكتبوا عني كل يوم، وشو ما بدهم يكتبوا يكتبوا. فوندا هون؟ المغنية فوندا؟ ايه. مين إلا؟ انجي، سمعت انها بتغني بالحفلات الخاصة. هي مو هون. تعطيني رقمها؟ تركي رقمك وهي بتتصل. عم بستنى تليفونها. تكرمي.
جهزوا حالكم. العمى كيف خطر له هالمحل؟ شوفي يصعب سياراتنا. روح دبر شاحنة كاسة. حاضر. خدعنا. شلون رح نطلع معلم؟ اطلع من الباب الخلفي. كاظم الحقنا وراكم جاي. فوتوا لجوا.
معلم مشط ركض. تسلميلي شو حلوة. يلا ما بدنا نتأخر. مين هاي؟ هاي ما حدا. إن شاء الله ألف مبروك. أهلا وسهلا يا أبي. ألف مبروك بابا عمر. الله يبارك فيك. ألف مبروك ماما نازل. شكرا. أهلا وسهلا. قدي صار المحل حلو. إيه ابني وين بنتي إبرو؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عقبال عندكم. عائلتك رح تيجي ما هيك بنتي؟ مراد وين راح؟ زيد الدخان بماتي. معلم مراد على مدار عم يحرق المصاري. هذا الزلمة ما عنده احترام لشي أبدا. مصاري بتنحرق. يقرب حدا من المصاري. يعطيني المصاري وياخدك. ما فهمت عليك معلم. انسحبوا من هنيك وراقبوا لي مراد منيح وعرفوا لي العنوان اللي رح ياخد عليه المصاري. روحوا معلم. روح جيب الشحنة كاظم. كمان شوي.
معلم هدي شوي. ماشي يا أخي. نقطك بالذهب. إذا ما وصلنا خلال 5 دقائق ما رح أضل في عرس بماتي. وقتها شوف البركة. إذا بدك من مهيس شوي ومنتأخر على الكتاب أصدر. خير بشو عم تفكر؟ أنا اتخذت قرار للدولة لعمر 40. وبعد 40 رح أعيش لنفسي وبس. وكيف بدك تعيش؟ فترة المافيا كانت منيحة. شو بتقول كله بيطيعك. عم نشتغل مع الدولة وتعبنا رايح. حتى هدول المصاري ما فينا نجيبهم. يعني قصدك تقلي لا تتجوز؟ معلم فكر شوي صغيرة. بكرة مثلا بصير بدك ترجع 8 المساء على البيت. وشو فيها يعني مو منيح؟ ومن شان الختيارية شو رح يقولوا؟ يقولوا شو ما بدهم مماتي. طيب إذا هيك لننبسط بعد العرس منسكر المكتب ومنروح على شي مطعم. اتفقنا. أنا كنت شاكك فيك بس هلا واثق منك. ليش تشك فيني أنا؟ شك باللي باعه كرجة داق. إذا الفنجانجي باع صاحبه اليوم بكرة ببيعك. ما حدا بيقدر يبيعني. بس عندي طلب تاني. شو هالطلب؟ أنت بتعرف واحد اسمه بولوت؟ وبطنه لسه بيتذكر رصاصاتي. يعني عدوك؟ مو أنا، عدو الشعب. ربى بين الشعب وباع شعبه بأقل ثمن. خبي المصاري منيح. ماشي معلم. اوعى تتأخر. ولا يهمك. انتوا فضوا المستودعات تحت. أمرك. البضاعة بالسيارة. بماتي بيك، بماتي بيك. دورت كثير على مورو بس ما لقيته. كيف بدي اطلع بوش المعلم مراد هلا؟ شوف وين صار. أنا آسف تأخرت عليكم. ابني خير؟ شو صاير معك؟ انتزعت السيارة على الطريق واضطريت صلحها. عطوني بس دقيقتين.
تعال. معلم كله تمام، خبيت المصاري بمحل ما بيعرفوا الدبان الأزرق. تعال. مين رح يشهد على كتب الكتاب؟ عبد الحي وأنا. تعرف؟ يا ريت سألت إبرو، بلكي بدي حدا من طرفه. معلم ما منسق بشهادة الناس اللي ما منعرفها. بتمنى لكم السعادة. شكرا كثير. شو وينه مراد بابا؟ هلا بيجي. تعال اقعد جنبي. مزاجي معكر شوي بلا ما ازعجكم. هون منيح. حبيبتي اهلا وسهلا. اهلا فيك. اهلا وسهلا. تسلمي مدام. شو طالعة حلوة؟ شو طالع حلو؟ ان شاء الله ما تبلن. طالع بتجنن معلم. كثير انبسطت بجيتكم. اتعرفتوا على بعض؟ تعرفنا. ايه تعرفنا. مراد بيك، نحن جاهزين، تفضلوا. اوكي. اسم الأم نازك. اسم الأب عمر. مكان الولادة اسطنبول. قدمت طلب للزواج وبعد دراسة الطلب تبين أنه ما في شيء بيمنع زواجكم. أنت يا بنتي يا إبرو بنت أحمد أرجمنت، هل تقبلين بمراد علم دار زوجة لك؟ بقبل.
مراد على مدار ابن عمر، هل تقبل بيبرو أرجمن زوجة له؟ بقبل. وانتو بتشهدوا؟ نشهد. اي نعم. الصلاحية التي منحتني إياها رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى أعلنكما زوجا وزوجة. الله يبارك بزواجكم. تفضل. مبروك. مبروك. شكرا. بنقضي الليلة هون وبعدين بننتقل على بيتنا، ومع الوقت بتفرشي انتي على كيفك. المهم اني جنبك. ميماتي كان بده يسوي لنا سهرة. طيب رايحة غير ثيابي. نعم سيادة الرئيس. بالأول بدي إلك مبروك وبتمنى لك سعادة. شكرا لك. لازم نلتقي هلأ. ما في مجال بكرة؟ في تعليمات من فوق، استدعوا كل وحدات المخابرات ولازم أنت تشارك. خير، شو عم بيصير؟ تأسست مستشارية جديدة وجمعوا كل الوحدات تحت إدارتها. ومين المستشار؟ ما بعرف، رح يعلنوا بالاجتماع، بس أنا بتمنى يحطوك أنت مستشار. أنا جاهزة. ما بطول. شكرا. إبرو أنا مضطر روح مشوار. تستنيني هون لأرجع ولا منلتقي بالمكتب؟ بستناك بالبيت ومنطلع سوا. ليش يا زكي؟ ما راحت المصاري لحدا غريب، لك راحت لصهرنا. انت محظوظ كتير يا سيد أرجمن. صدقني لو عندي بنت بسن الزواج ما بعطيها غير لمراد علمدار. والله لولاك انت بس ما كنت بروح ولا كنت بسمح بهالزواج بالمرة. انت خلي قلبك مرتاح وتطمن، ما حدا رح يأذي بنتك أبدا. ولحتى طمنك أكتر، الختيارية ما رح يتركوا مراد علمدار عندهم أكتر من هيك لأنه تزوج، وهي أكيد رح تكون نهايته. عن قريب كتير رح ترجع لك بنتك. مين كاظم؟ كاظم
وقت بسألك جاوبني لك كاظم. ميماتي أنا لازم أحكي معك. وأنا كمان. وأنا كاظم استنى برا. انت وحده جريئه رغم كل شيء، قطعتي شرايينك هاي وحده، جوزتي جكر فيني وهي وحده، واليوم جاي برجليك وبكامل ارادتك على الموت وهي وحده. شو بيقول المثل؟ تقول الشهم ولا تظلمه. ميماتي أنا حامل. شوي كان عرسه. إن شاء الله مبروك. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا شكرا. لسه كتير مطولين؟ لا لا أنا ما بعتقد. والله عبد الحي بالمطعم. ليش ما رحت؟ أنا ما خرجي فرح. شو ما لقى سلطانة؟ مين أنتوا ليش فتوا هيك؟ بدنا نفتش. شو بدكم تفتشوا؟ لو سمحت سيد ألبير خليك على جنب. ممكن تقلي أنتوا مين؟ لا من هون ولا عقب. انتم من مين اخذين الاوامر؟ مستشارية الامن القومي. بيصير مقاطعة.